جد على الناس الكل اللي تسمع فينا متوجه في سياراتها مروحة للراحة قبل شقل الفطر، لكن النساء نعرفوا مروحين للعمل والجد، وحتى الرجال اللي يقفوا مع نساهم اعدادا للافطار رمضان. ان شاء الله طريق السلامة تعودوا سالمين غانمين تسمعوا فينا في ايميسيون امبوسيبل كالعادة. الربح لا ينقطع في شهر رمضان، المرة هذه مع اكوتشيك. مع أكوتشيك عدي رمضانك لاباس وخلي علينا القياس. تعودتوا بينا كل يوم مع أكوتشيك والفقرة التوعوية رمضان ومريض السكري، واليوم نصيحتنا نشوفها أنا شخصيا ملائمة للعائلة الكل مش لمريض السكري كهو، وكان جد دنيا نطبقوها الكل في شهر رمضان، شهر العبادة وتنقية الذات نفسيا وبدنيا، مش شهر اللهفة والتبذير كيف ما نشوفه عنا برشا للأسف. نزيدوكم زيادة، المنيو متاع ديابيتيك هو أحسن منيو للناس الكل، اختاروا بنين منوع ومعتدل وسهل برش، يعني راهو ما فماش منيو للمريض السكري ومنيو لا، ماذا بينا وش خاص كان نوليو الناس كل ناكلوه، جوست نقربوا أكثر ما يمكن للماكلة الطبيعية اللي خلقها ربي ونبعدوا على قد ما نقدروا على كل ما هو مصنع. سرتوه كل المصنعات هذيك اللي نتخيلوا أنها بنينة لكن كلها ضرر بالصحة. كل مريض يستشير طبيبه ويحبذا أخصائي التغذية، لكن باش نبسطوا لكم الحكاية شو يعمل مريض السكري على سبيل المثال بعد شقة الفطر. وقت الفطار يمكن يفطر على كعبة دقلة واحدة ماكسيموم ثلاثة، وإذا فريمون شهيها ويشرب ماء من المستحسن دافي. بعد الفطار يصلي المغرب ويرتاح شوي. في الطبق الرئيسي شربة خضرة خفيفة مع صحن كبير سلطة مشخشخ بالطماطم الخس والبصل الفقوس الفشل السفناريا اللي تشتهيه من الخيرات ربي، وشوية زيت زيتونة. مع ذلك نزيدوا طرف بروتيين كل قدير وقدره، وإذا كانت بريكة من المستحسن في الفور. سيفري ننصحوكم راهو بالبريك في الفور يا جماعة الخير، صحيح المقلية كذا والله في الفور تنجم تجيب بنينة وباهية. وبطبيعة نزيدوا مصدر نشويات بطيئة كما البان كومبلي وإلا الروز. في السهرية نشربوا بارشا ماء باش نتجنبوا الجفاف وسط النهار، كاس ماء كل نص ساعة وما نشربوش الماء الكل دفعة واحدة. وبالنسبة للديسير سبب الطبلبيز الكل نردوا بالنا من الحلويات المشحرة، ناجي تعمل حلويات يا خويا ما فك عليك من المشحر، المشحر الكل بأنواعها، وإذا اشتينا مرة بعد قداش ذواقة راهي الحلويات هذه ما تساعد حتى حد. ناخذوا جاتو دياري ناقص سكر والا والا محلي ببديل سكر، والا كعيبه غله لا افراط ولا تفريط مع كويس تاي خفيف منعنا. وبالطبيعه سبور نخليوه في الليل اللي هو شويه مارش ويا حبذا صلاه التراويح تجمع راحه البدن وراحه الروح. ثم بالطبيعه القياس، ثم القياس وماكينتك أكوتشيك ديما معاك باش تعس على سكرك وقت السحور قبل شقال الفطر وإذا كان ممكن بعده بساعتين. ماكينتك أكوتشيك تعطيك نتائج دقيقة موثوق فيها بجودة ألمانية عالية وفي رمشة عين بأسهل وأبسط ما يكون. مع أكوتشيك تعدي رمضانك لباس وتخلي علينا لقياس. نشوفوا شكون اليوم سعيد الحظ اللي باش يربح معنا كوفري أكوتشيك. ألو شكون معايا على الخط؟ ألو عسلامة. مرحبا. أهلا خويا برهان. مرحبا لله. يعيشك لباسة. شو اسم أختي؟ نجات بوزياني مدينة جديدة. اسمع لنجات بوزياني من مدينة الجديدة، مالا قريبة لستاد رادس أنت؟ قريبة لستاد رادس. مالا نهار السبت باش تكون في الموعد أنت 9:30؟ إن شاء الله بقدرة ربي. مزادة في الموعد معناها باش تدخل الستاد؟ نمشي نتفرج. ده اللي فيك مالا من حمرة وصفرة أنت؟ بالطبيعة. حمرة وصفرة. الله شو تبارك الله عليها. الو الو حطها لها ما يصير شيء. تعليك صفاري واتيك اري واتيك نموت عليك نموت عليك يا ترجيك كي نموت عليك نموت عليك يا مدام ترجيك يا مدام الله يا مدام نحكيه على مرض السكري ونورمال ما تعمل نص ساعه بعد شقال الفطر وعندك صلاه التراويح وعندك اجواء روحانيه اش مهزك الاستاد والحكايه الفارغه هذيا. وعندي الوليد مغروب. الوليد مغروب قد ايه عمره ربي يفضله؟ عمره 6 سنين. بارك الله تبارك الله. وانت اش تعمل في الدنيا؟
نخدم هنا. تخدم اي به. وبالنسبه للسكر يهمك انت ولا يهم شكون في العائله؟ الوالده. الوالده ربي يفضلها. معاك الوالده؟ الوالده معايا. ايه عادي سهريه باينة رسبت انت والوالده شويه قلوب شويه واحد. قالوا كوره قالوا كوره قالوا قولوا حتى لبعض الجيران خليك باش يمرضوا برشا بالسكر. خليك هلا عد هلا عد باش يصبحوا خليك في الدويره. قال واحد وكذا بنتي مهزك فرج استدين وبعض المقدمين البرامج زادة. وهذا ننصحوا به جميع المستمعين دايور فاش قام راهو فرجه مضمونه في التلفزه ويشريوا كوتشيك ويقيسوا على روحهم السكر. يقيسوا يا اسمع صاحبي ماكش تخيلونا خايفين جينا في العمر هذا والخاف. شريو اكوتشيك يا ولدي. شريو اكوتشيك يا ولدي. امورنا في العمر شيخين عندنا ثقه جمعيتنا ديما نتبعوها ديما كذا في بالكش مش قابلوا غول بالجد يا ولدي بالكش جت عليكم حكايه الغول. علي علي يا علي يا ولدي بتاع واحد عزيميه هيا يزك اهو. يلا توا ان شاء الله بالجد توا خلينا متفدين ان شاء الله نربحوا. لا تربح لا تتوحد توا نحب نرتفع بالمستوى تهبط فيه مستوى التعصب وكذا تربح ولا حاسيلو. ان شاء الله يتعدى اولا سهريه رايقه بالجد. يا ربي يا مالك تشيك اعطي واحده البرهير العباد. لا 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 يا مالك تشيك يا ربي اعطي واحده البرهير. ان شاء الله يتعدى جو باهي وسهريه باهيه. ما تغصش يا برهير مش مشكل حتى لو شنو تنجم تفطر ما فيش وقتها خوفتونا يا ولدي يا ولدي وقتها خوفتونا على الدوام مرعوبين راكم توا على الدوام. حتى كاردوزو قال اسمع ما يحضر لي حتى جمهور توا في الانترينمون خلينا نعمل واحد علاش لو باش يلعب كوب دافريك لا شيء باش يلعب مع الكلوب هذه هي الحكايه. قال اسمع اسمع وحدنا وحضور جمهور وكذا انتم اللي على اعصابكم خاطر تلعبوا قدام جمهوركم وكذا. كاردوزو ايش باش يعمل كاردوزو وتسكر وتسكر وفات وتسكر وفات تسكر كاردوزو كاردوزو ماكش يفرك سنة ضربة بتاع واحد فركش على دمها كاردوزو برا برا امشي امشي هات هات اسمع 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 في الاقل ارجع لي ارجع لي لك تشيك ساعة حك تشيك استنى فيها اما باش نكمل معها تو قول له كاردوزو باش يعمل دقيقة هاي هاي السؤال تو يا مدام السؤال 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 يقول يقول مع مع تكمل معنا الشعار شعار اكوتشيك مش بتاع الترجي راهو مع اكوتشيك تعدي رمضانك لاباس وتخلي علينا لقياس يسكت من جمعية لقياس من جمعية دولة يا الله الله اكبر الله اكبر هيا لينا عطاش بدينا مبروك عليك يا مدام فزت معانا كفرية هابي تشيك بقدرة ربي باش تعملوا برشا بعد الدربي نهار السبت. يلا يلا مبروك عليك يا مدام مبروك عليك مت عليك يا ترجي بربي. خليل بالجد انت خبير اكثر مني في السبور الطرح نتاع 585 الكلوب تستقبل ولا الاسبيرونس وقتها؟ الطرح عند شكون وقتها؟ عند الكلوب متاكد؟ سير اما وقتها كانوا يحضروا الببليك نتاع زوز جماهير وقتها الاسبيرونس شكون يراني فيها وقتها اماريلدو هو اماريلدو برازيلي اقوى من كاردوزو وقتها اماريلدو هيا شوف لي شوف لي هذيك بعد نرجع اطر تو خلي نرجع نعلقوا على نعلقوا سونيا شو لا فما حاجه نحب نقولها اولا فيما يتعلق بالكاميرا يبدو اللي بضع اشهر التالي الكاميرا وقت اللي قابل ركزوا كاميراوات ركزوا كاميراوات في المحامي مع المنوب في الغرف نتاع المحامين والوقت اللي قابلوا منوبيهم قالوا قالوا من غير صوت معناها صورة برك خاطر اي صورة للوحدة فوالا دونك وانا مانيش عارفة كيفاش قبلوها المحامين. اذا تعليقك الاخير على الكلام اللي قاله نجيب على الاستاذ الازهر العكرمي بطبيعة الامر انا ما نتفقش مع نجيب مش وقتاش نتفق انا مع نجيب على خاطر اولا الازهر العكرمي محامي واللي نعرفه انا على الازهر العكرمي واللي شاهدته في اكثر من مناسبة انه الازهر العكرمي دائما دائما ينوب
في القضايا اللي يعتبرها قضايا عادلة واللي يعتبرها قضايا مبدئية. أنا نعرف نعرف مثلا أنه مشي بشينوب عبير موسي وقت تعديت قدم التحقيق هي رفضت ذلك موضوع واحد آخر هي رفضت ذلك موضوع واحد آخر لكن ما نجموش نقوله أنه لازهر العاكمي مشي بشينوب عبير موسي على خطر باش يترشح رئيس الجمهورية نائب زياد الهاني هذوما الجدد جدد نيونيو بخلاف كل القضايا العادلة اللي لازهر العاكمي بصفته محامي يلبس روبته ويمشي يعني مش جديد باش يمشي يقعد مع الغنوشي ولا علي العريض ماهوش جديد عليه اعلى لازهر العاكرمي سونيا مش مختلفين راهو في الليل اعلى لازهر العاكرمي ريتها بدايه اي واحد يترشح رئيس الجمهوريه يتبعه قضائيا اول واحد من البدايات هو لازهر العاكرمي قدم حكم التحقيق قال له نعلن ترشح لرئيس الجمهوريه لا انا تويكا انا مانيش نحكي في الموضوع هذا انت قلت لي هو قابل رشد الغنوشي وقابل علي العريض علي العريض على خاطر هو مترشح وباش يخدم مسلم يا ابني انا نقول لك مش سبب الاستاذ بيه لا انا نقول لك اللي لازهر العاكمي دائما ينوب في القضايا اللي يعتبرها قضايا عادله ولا فيها مظلمه واضح يلا معايا في دار الان حب يعلن نيابته عن عبير موسي وزياد والكل حق الرد والتوضيح نجيب هذا يخصك محامي منذر الزنيدي الاستاذ احمد حسين على دائره الاتهام البارح وكيفاه دائره الاتهام تاجل في القضيه بالعاني وانت ربطتها بحكايات اخرى أنتو كاف في علاقة قلت ماهوش مرشح التوينز بالضبط الأستاذ أحمد أنا مدبنش بالتوينز الرئيس السابق للترجي راه منذر زنيدي على فكرة لا تقول رد بالك يلا الأستاذ أحمد بن حسين محامي منذر زنيدي في تار حق التعقيب والرد أستاذ أحمد صباح مساء النور أهلا وسهلا برهان يعيش سونيا نجيب أهلا بيك أستاذ بارك الله فيك انا عندنا نجيب صديق نجيب عندما يتخمر فهمتي ولا يخرج في كثير من الاحيان عن هكا الموضوعيه وعن هكا ترى ورينا اخوي ورينا قول لنا ترى كيف هي يعني يدخل عمليه التاخير هذه في منطق المؤامره الغير معقوله الغير حتى منطقيه معناها نهار 13 هي الجلسه الاولى في دائره الاتهام الجلسة الأولى ومن البديهي أن يمارس حق المحامي والمعني حق الدفاع فالمحامي يطلب التأخير للاطلاع على الملف وأعداد وسائل الدفاع في الجلسة الأولى فتؤخر القضية استجابة لطلبي أنا شخصيا مكتوب حتى في الدردرة تأخير القضية استجابة لطلب الأستاذ أحمد بن حسن ومحامي آخر ينوب شخص آخر ما نوخر لهمش يلزم مباشرة مع العلم وأنه قبل بنهار احنا قبل بنهارين من الجلسة وإحنا في كتابة المحكمة نحب نصوروا قرار ختم البحث وأجزاء من الملف غير موجود الملف في الدائرة نفسها لم تطلع حتى قبل بنهار ونهارين ما تطلعتش على الملف وفي نجيب يحب باش يجي المناوب تاعك أستاذ يا أستاذ خليه يكمل يا نجيب خليه يكمل ما تعومش الحوت خليني نكمل يعني الملف هذايا اللي هو من 2011 التتبع بدأ في 2011 وبقيت القضية يعني 10 سنين بدون أي حرك لم يقع سماع فيها كوشي ثلاثة أطراف فقط المناوب مش منهم لا استدعاء ولا داروا به لأنه غير مشترف هو في الموضوع من أصله عملية تخصيص شركة النقل كانت دي مسار شكون فيها؟ فيها رئيس الجمهورية وفيها مستشار عند رئيس الجمهورية اللي في بيروه القاء والإجراءات التي يجب القيام بها في عملية تخصيص شركة النقل كانت تبع الدولة معناها باش تولي بريفيرش معناها تخصيص به شكون الإدارات المعنية بالتخصيص؟ رئيس الجمهورية المستشار اللي في رئيس الجمهورية وكتابة الدولة للتخصيص أنا ذاك كان فما كتابة الدولة اسمها كتابة الدولة للتخصيص تابعة شكون؟ تابعة رئاسة الحكومة أو الوزارة الأولى هذا التخصيص يتعدى من غادي ما دخل المناوب هو منذر الزنيدي لأنا ذاك كان وزير التجارة ف
في الموضوع، لا علاقة له بالموضوع إطلاقا. شبيه ما يجيش يدافع على روحه يا ماتر، شبيه ما يجيش يدافع على روحه. نقول لك علاش ما يجيش يدافع على روحه، بالعكس هو يحب يدافع على روحه وهو يحترم القضاء وهو مستعد للوصول كل ما طلب منه ذلك امام القضاء. ولكن بعد 11 سنه ولا قداش 13 سنه ما فما حتى شيء، والملف لم يقع دعوه المنوب اطلاقا للاداء برايه. يطلبوه في اخر 2023، هو كان في فرنسا والفتره هذيك متعرض لكسر معناها شديد على مستوى الكتف، فبعث شهادة طبية تقول راه عندي كسر، وعندي كسر ويزمو كيناي ويزمو متابعة معناها الطبية كبيرة، وطلب من قاضي تحقيق هذين له الشهادة الطبية، وثم أجلها له مرة أخرى بعد شهر، ولكن هو مازال مريض يزمو، وجبنا الشهادة الطبية أمتى يصح يا ماتر؟ أمتى يصح؟ فجأة يتم في ساعة وفي لمح البصر معنا إصدار قرار خاص من البحث بعد ما قعدوا 13 سنة ما فما شيء، فما ثلاثة سماعات، ما فماش اختبارات، ما فماش استقراءات. إذن شيقة يقع فجأة قرار ختم البحث، منع المشبه ما يقعش علم به المنوب بطبيعة، ما علم به حتى المتهمين الآخرين. ها والمتهمين الآخرين اللي هم عندهم علاقة يعني وصحوا وكانت عندهم علاقة في عملية التخصيص، هذيك تحفظ فيهم التهمة، تحفظ التهمة في حقهم. يعني وقت نقولوا معنا الوزير الأول وكاتب عام كاتب الدولة للتخصيص والمدير العام تاع شركة النقل آنذاك، الكل تحفظ التهمة في حقهم وهم الذين باشروا عملية التخصيص إجرائيا، تحفظ التهمة لأنهم استفادوا من قانون المصالحة الإدارية. والمنوب اللي هو أصلا ما عندوش علاقة بالموضوع تماما يولي متهم رئيسي في الموضوع، ولا يستفيد حتى على سبيل الاحتياط بقرار ماذا قانونك الأساسي تاع 2017 نتاع قانون المصالحة الإدارية. سيد أحمد نجم نتفاعلوا معك شوية، سيد أحمد ما فيها باس، تو أنت ترى اللي منوبك بري ومنوبك يروحوا بري، إمتى يصح؟ خلي التونس يعرفوا إمتى يصح ويجي للقضاء التونسي. ما فماش مثول امام دايره الاتهام، ما تبداش. لا 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 يجي تونس يجي وقت اللي يحب، اما ما فماش، ما تبداش تغلط في العباد وكانه فار من العداله. ما فماش يا برهان، ما فماش وقوف امام دايره الاتهام. قال لك موجود مثال يجي في بطاقه جلب، ما فماش في القضيه ذي في بطاقه جلب. شو في بطاقه جلب؟ خليني اقول كلمه. تفضل نجيب. يا نجيب انت ناس طيبه معناها وانسان مؤمن ونشطتك انا في مرات كثيره. راهو يقول تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. ايش معناها؟ معناها انك تكون مخالف للانسان هذاك، انك تكون حتى عدو، انك ما تحبوش، فهذا لا يجب أن يمنعك أن تكون عادلا وموضوعيا وأن لا تسيء إليه وأن لا تقحمه في متاهات هو مش بها، وأنك تتحامل عليه. كون حتى مع أعدائك تكون نزيه، نكون نزهاء حتى مع أعدائنا. ما دخل مدرس نادي في القضية هذه كلها؟ هو ذكر عرضا في تقرير المرحوم يا ماتر. القضاء قرر، مش نجيب تزيري قرر، اني يعني مانيش نابش يكون عادل. القضاء يكون عادل وخيا ناي نعمل في السياسة ضد منظر الزيادي. قررت البارح وقلت ما كانش عنده حق توخر القضية، وقلت زمان نحكموا عليه حكم نهائي وبس. تاك انت قاضي وليت في نجيب، مش انت قررت القضايا الكل يلزم تاجل جميع قضايا في البيت. اجل تاجل بس بالاجراءات، اجل 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 اجل. كلمه اولى والملف غير موجود حتى في كلمه الاخرى عندك سيد احمد بن حسين. هاي باش نختم راهو لم تطلع ثم ماشي عليه. سامحني وزيد، هو كملنا حكايه على عند علاقه بالخارج وليس مرشح الشعب. انا اسمعني، انا محامي مهني لا علاقه لي بالسياسه، ما يلزمش ندخلوا يعني الخلاف السياسي يخليك مع ربما مرشح ولا كذا. هو مواطن تونسي له كل الحقوق. هي مش مرشح، مش مرشح زاد، انا حقي مش يقول مش مرشح، انا مواطن تونسي زاد. واضح واضح. سيد احمد بن حسينة محامي السيد منذر الزنيدي، شكرا جزيلا لك. لا قبل ما نختم عاد غدوه، لا 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 السياسه انتهت سونيا، الله غالب علي وعليك. غدوه دربي، غدوه دربي بتاع كوره، غدوه دربي بتاع كوره. يلا
اعطيني شويه ذكريات ومش نكون عادل في جميع الذكريات. يلا عادل ساسي عبد اللي عبد اللي عبد اللي تمسك كره محايسي محايسي كجناح ايمن وقبل ما تخرج محايسي يراوغ لاعب يراوغ لاعب وشوشان والهدف الخامس الهدف قول يا زمان ارجع يا زمان قول يا زمان من الشوط الثاني البياري سجل هدف الخامس للاسف عيشوا على الاطلال عيشوا على الاطلال اعطيه اعطيه شربوه بسالش اعطيه حتى هو بتاع الاربع اللي يقولوا احنا هربنا ما يسالش يلا اعطيه اعطيه في طار العدل والمساواة بتاع التقطيع اعطينا بتاع التقطيع وبذلك يتفوق الترجي الرياضي كوس يوم السبت 31 ديسمبر والمقابلة تتوقف سبع لاعبين والقانون وضع وبذلك شدره وقطع شدره وقطع أربع أهداف مقابل ست بورين ولا أصفر مسكين بورين الله يصاحبك المشكلة هذا مسكين بورين هذا مسكين خالتي دهمك خلوط على عالم الكورة والله مسكين كمل إي إي كمل والله مسكين بيوش بعت الكلوب بجد بجد احكي لي والله بورين مسكين احكي لي أمام بالله بورين مسكين احكي برك احكي والله بورين مسكين والله مسكين بورين اخي فماش شهر بتاع قسان الدم تو فما قسان السكر وقسان الدم فماش نجيب تشكيله الترجي ان شاء الله غدوه اعطينا سكوب اي يمشي اي اي باب الهيجه اعطينا سكوب باهي الجول شكون مش يهبط؟ من روما المومي ميش باهي وبعده شكون في ال اعطيني كردوزو شو حب يعمل؟ شو اسمه كردوزو 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 يلا على كردوزو قولوا لكم الى اللقاء ان شاء الله بوي كانت نتقابلوا ان شاء الله بقدرة ربي نهار اثنين في ايميسيون امبوسيبل يلا الى اللقاء